السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. كذلك عندنا سؤال أسماء متزنيد كتقول واش ممكن أنني نصلي بوليداتي الصلاة في الدار باش يتعلموا الصلاة. سيدة الكريمة، هو بالنسبة لإمامة المرأة هذه تكلم فيها الفقهاء وفيها يعني نزاع وخلاف معروف. حقيقة ليس هناك إجماع على أن المرأة لا تأم المصلين أبدا، ليس هناك إجماع. من الفقهاء من رأى بأن المرأة تأم النساء، من الفقهاء من قال المرأة لا تأم لا الرجال ولا النساء، من الفقهاء من قال المرأة تأم حتى الرجال كابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وعنده يعني حديث أم ورقة المعروف وأحاديث أخرى، حديث عن أمهات المؤمنين. فإذا كان الأمر كما ذكرت يعني المرأة تأم صبيانها من أجل أن يتعلموا ولكي يعني تحثهم على الصلاة، وهؤلاء الصبيان هما صغار يعني مميزون، فهذا الأمر لا بأس به ولا حرج والله تعالى أعلم. لأن حتى الفقهاء قالوا إذا دعت الحاجة لأن تصلي المرأة بالرجال من ذويها من أهل البيت فلا بأس، وهذا قال به بعض الحنابلة كابن تيمية وابن القيم، قالوا لا بأس أن يعني تصلي المرأة بذويها وأهلها من أهل البيت إذا كانت هي قارئة وهم ليسوا بقارئين. نعم، فلذلك هناك يعني توسع عند بعض الفقهاء، وإن كان فقهاء المالكي فقهاءنا المالكي يعني يضيقون الخناق في هذه المسائل والتزموا يعني كثيرا من الأحاديث التي وردت في هذا الباب، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي بكر لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. فقال فقهاؤنا المالكية هذا الحديث يدل على أن المرأة لا تتولى الإمامة الكبرى، والصلاة إمامة صغرى نائبة عن الإمامة الكبرى. فقالوا إذا كانت هي لا تتولى الإمامة الكبرى فمن باب أولى لن تتولى الإمامة الصغرى، ولذلك حكموا بأن المرأة لا تصلي بالناس. نعم، وكما قلت المسألة فيها خلاف، وإذا كان الأمر كما ذكرت سيدتي أسماء بأنك غادي تصلي بوليداتك في البيت من باب أنهم حتى هم يعني تعلموا شوية ويولفوا الصلاة، فهذا الأمر لا حرج فيه والله تعالى أعلم. وتسألين عن حكم إمامة الرجل يلحن في قراءته للقرآن. سيدة الكريمة، لا خلاف بين المذاهب الأربعة في أن الإمام الذي يتعمد اللحن في صلاته أن صلاته ليست بصحيحة، صلاته ليست بصحيحة، صلاته باطلة. ذلك اللحن الذي يحيل للمعنى يعني يغير المعنى، يتغير اللفظ ويتغير المعنى. أما ذلك الذي لا يتعمد، الذي لا يتعمد، فإن كان اللحن في المحيل للمعنى المحرف للمعنى إذا كان غير متعمد في صلاة في سورة الفاتحة فهذا يعني لا تصح إمامته، وإن كان في غيرها صحت مع الكراهة. واضح؟ الفاتحة الفقهاء يعني اعتنوا بها بزاف لأنه في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فبها تصح الصلاة القراءة. وفقهاؤنا المالكية لا يجيزون لأحد يصلي إلا أن يقرأ في سورة في ركعته الفاتحة بخلاف بعض المذاهب الأخرى. فهذه الفاتحة إذا كان فيها لحن تعمده، تعمد اللحن أو لم يتعمد اللحن الذي يحيل ويحرف المعنى، قالوا لا تصح الصلاة. وأما غير الفاتحة، غير الفاتحة يعني الصورة التي بعد الفاتحة إذا كان فيها اللحن فهذه اختلف فيها الفقهاء، فهناك من يعني يعني هناك من الفقهاء من رأى بأن اللحن في غير الفاتحة في الصورة بعد الفاتحة هو كذلك يعتبر يعني مبطلا للصلاة، وهو مذهب فقهائنا.
والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى يقولون بأنه لا بأس إذا وقع اللحن في غير صلاة الفاتحة. فلذلك نقول بأنه عموما الإنسان عليه أن يتحرز عن اللحن. اللحن حاول يبعد عليه، يقرب الصور اللي هو قارهم وحافظهم وتقنهم، ما يقرش من أي بلاصة. علاش؟ لأنه لما تقرب أي بلاصة هو ما عارفهاش، ممكن أنه يلحن ويغير اللفظ، وهذا الشيء تنشوفه في بعض الناس حتى شفنا فيديوهات إلى غير ذلك. ولكن نقول بأنه ينبغي على الإنسان أن يصلي ويتعلم الصور التي يقرأ بها في صلاته، يتعلمهم. اقرأ قل هو الله أحد، اقرأ قل أعوذ برب الفلق، اقرأ قل أعوذ برب الناس، اقرأ والعصر. هذه الصور صغيرة جدا، فهذه الصور إذا تعلم الإنسان وقرأها فإن صلاته صحيحة. وأما إذا حاول ما أمكن جاهدا أن يقرأ من بعض الآيات أو الصور التي لا يتقنها، فإذا أتى باللحن فإنه في مذهبنا المالكي صلاته لا تصح، سواء في الفاتحة أو في غيرها، والله تعالى أعلم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.